السلام عليكم. انا غيزة، فايتيزا في القناة ديال اخوي يوسف. دس وديت المرض اللي كان عندي واللي كان كيبان لي مستحيل ان غنعيش مازال. لو وديت الطبيب حيت طلبوا مني 10 مليون باش ندير لوبيراسيون باش نولي بخير، والحمد لله بالدعم ديالكم وديال اخوتي المغاربة. الحمد لله قدرت نوصل لهذاك المبلغ ودرت لوبيراسيون، والحمد لله نجحت ليا 71%، بقى 30%. مرة كونترول ان شاء الله غادي نعرفو باش غادي تعيد هذاك التيومور اللي باقي عندي. كان عندي في الأول تيومور وسط المخ، كان عندي وسط المخ، كانت عندي مشكل ديال الشوف، مبقاش كنشوف مزيان. كان عندي مشكل بزاف ديال المشاكل ديال الطونسو كيطيح ليا. الحمد لله درت الأوبراسيون ونجحت ليا تقريبا 70%. الطبيب تبارك الله عليه قدر يزول 70% بدون أضرار. من درت لوبيراسيون الحمد ما بقاش كنشوف، كاع. قال لي الطبيب بلي مع المدة غترجع لك غير لك شوف، والحمد لله شوية رجع لي الشوف. ماشي 100%، ولكن الحمد لله حسن. أنا مي كانت عندي 5 سنين، الأب ديالي توفى الله يرحمه، وبقات معنا الأم ديالي اللي رباتنا مسكينة وقراتنا. ووصلت للإجازة، خديت الإجازة في الاقتصاد، خدمت في واحد الشركة ديال الطيران، و الحمد لله فرحت. بقيت يلا فرحت بيا ماما، كتب الله. ومرض جاني، مرض خطير جاني ورم وسط المخ ديالي، وكنت تخلعت بزاف منين عرفت المرض. وفايت لي درت بزاف ديال لي زوبيراسيون، هادي اخر اوبيراسيون لي قالوا لي زعما مستحيل انها تنجح، وخصوصا مي قالوا لي 10 مليون صافي فقدت الامل، وليت كنشوف غير الموت بين عينيا. ولكن الحمد لله بالمجهود ديال المغاربة ديالنا، المغاربة والأخ يوسف اللي وصل الصوت ديالي، الحمد لله قدرت نوصل لهذاك المبلغ ودرت لوبيراسيون. ودابا عندي كونترول إن شاء الله في شهر 11، خاصني غيم كبير باش نعرف بالضبط شحال تحيد من الورم، وشنو غيخصني ندير باش تحيد داكشي اللي بقى. ودابا ان شاء الله خاصني ندير كونترول، مور كونترول ان شاء الله خاصني الترويض باش نعاود نرجع نمشي كيف الاول. خاصني الترويض. وكنبغي نشكر بزاف الناس اللي وقفوا معايا، الله يجزيكم بخير، الله يجعل ميزان حسناتكم، خصوصا بزاف ديال الناس اللي عاونوني، وخصوصا الحاجة يمينة والحاجة أمينة. كنبغي نقول لهم شكرا بزاف بزاف بزاف. والأخت سعيدة من لاسويس زي وقفت معايا مسكينة، والله يجزيها بخير. وأخت حسنة، بزاف ديال الناس واللي نسيتو اسمح ليا، المغاربة كاملين اللي وقفوا معانا اللي وقفوا معايا. كنبغي نشكرهم بزاف بزاف.
الناس كاملين المغاربة اللي في الجالية واللي في داخل المغرب في الرباط، خصوصا في الرباط اللي فين درت لوبيراسيون، كانوا مساكن كيعيطوا ليا كيقول لي حتى جيت شي حاجة كيجيو يشوفوني. ناس الفاس، أكادير، كلشي، جميع المدن المغربية. انا من عمري ما انسى خيركم، خاف داركم كبير عليا بزاف. كنت كنشوف الموت بين عينيا. الحمد لله بفضلكم درت لوبيراسيون اللي كانت كتبان لي مستحيلة. الحمد لله نقدر نقول استقاس، ولكن باقي الكمالة. الحمد لله درت لوبيراسيون، فضلكم كبير 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 بزاف. كنبغي نشكركم بزاف، انتوما والاخ يوسف اللي وصل الصوت ديالي. وان شاء الله كنتمنى نصح ونرجع لخدمتي ونفرح ماما يمشي بسكيرة تسعد دباس علينا. وسمحوا لي إذا كنت كنهضر شوية ثقيلة وماكلة، حيت مازال ما صحيتش 100%. وخيركم عمري ما نساه، وشكرا بزاف.